امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت أمس الثلاثاء الموافق 12/3/2024 طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وده بصفة يومية على شمال قطاع غزة. وبيأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.